برحب بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين فقرة الأخبار ونروح للجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اللي بتناقش المدرب السويسري ريني فايلر في ملف لاعبي الفريق المعارين علشان يحسموا موقفهم بقى خلال طبعا الفترة اللي جاية. الفترة اللي فاتت شهدت مناقشة فايلر طبعا مع معاونيه موقف المعارين دول، وهيقدم المدير الفني المفروض تقرير للجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح بشأن المعارين دول. ورغم أن فايلر سبق واستقر على ان هو يعيد الثنائي محمد شريف من انبي واكرم توفيق من الجونه، الا ان المدير الفني طلب جميع التفاصيل عن باقي المعارين كمان، لانه يعني ممكن يعيد التفكير في اعاده معارين اخرين، خصوصا طبعا في ظل تالق بعض المعارين دول في الفتره اللي فاتت، ومنهم عمار حمدي اللي دلوقتي مع طلائع الجيش في ظل رحيل اكتر من لاعب مؤخرا من الاهلي زي رمضان صبحي، احمد فتحي، حسام عاشور، شريف اكرامي، وده اللي هيحسمه طبعا المدير الفني مع لجنة التخطيط خلال الأيام اللي جاية. صحيح، بالمناسبة الحقيقة يعني احنا بنتكلم على ذخيرة حية، معظم اللعيبة المعارة من النادي الأهلي اعتقد مقدمة موسم اكتر من جيد، واعتقد في كتير منهم زي ما قلت لحضراتكم الإدارة دايما مهتمة بفكرة انه تدعم وتحاول تعالج المشكلات اللي موجودة، وطبعا بالتنسيق مع الإدارة الفنية ريني فايلر. الاهم واللي عايز اقوله لحضراتكم كمان، ودي نقطه في غايه الاهميه، انه اداره الاهلي، وده ملوش علاقه بالاداره الحاليه، ده منهج وسياسه للنادي الاهلي ايا كان مين بيتولى مسؤوليه الاداره، الحساب في نهايه الموسم. وبيتهيألي لو حضراتكم سبقتوا معانا كده ورحتوا قدام شويه على شهر 10 اللي جاي، والاهلي ان شاء الله كان محقق بطوله ابطال افريقيا، هيبقى نفس الفريق اللي تهاجم ونفس المدير الفني اللي كان يعني حظه كتير من الانتقادات، هيبقى اعظم فريق في الدنيا واحسن مدرب في الدنيا. نصبر بس على فرقتنا وندعمها في الاوقات الصعبه، وان شاء الله باذن الله نعدي من عنق الزجاج. اسهل شيء انك انت تكسر يعني، لكن عشان تبني ده اللي بيحتاج مجهود وبيحتاج صبر وبيحتاج حرفه. عشان كده مهم جدا واحنا بننتقد ما نعورش، واحنا بننتقد ما نهاجمش بغرض او بهدف الهجوم. والناس اللي بتتكلم على فكره الغيابات، سواء كانت لعيبه مشيت او كانت لعيبه غايبه بداعي الاصابه، الاهلي عمره ما وقف على حد، وقلنا ده قبل كده بشكل كبير. ورمضان صبحي تحديدا ما كانش على ذمه الاهلي، ما كانش على قوه فريق الاهلي، ده لعيب اعاره من هدرسفيلد، والاهلي اتحرك في ملف رمضان صبحي من اول لحظه لاخر لحظه متمسك بناء على رغبه اللاعب اللي اعلنها مرارا وتكرارا، واعتقد انه الصفقه كانت قريبه جدا من الحسم لولا التدخل اللي حصل. لكن في جميع الاحوال الاهلي زي ما قلنا ما بيقفش، الخطيب بطل وتريكه بطل ومن ايام التتش بطل وصالح سليم بطل وبركه يعني، ونجوم كتيره جدا. انا مش عايد لحضراتكم نجوم النادي الاهلي بطلت، والمسيره ما توقفتش والبطولات ما بطلتش تيجي للنادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم، لانه للاسف شديد في بعض الاوقات الواحد بيحس انه هو مش احساس، هو شبه يعني مؤكد انه في محاوله استهداف في الجمهور نفسه، فكره تصدير حاله الغضب وإشاعة الغضب عند جمهور النادي الأهلي، وتبدو وكأنها شيء مصنوع، شيء ناس بتتحرك عليه. فأنا متأكد جدا من وعي جمهور الأهلي، ومتأكد أنه من يوم الأربعاء اللي جاي مع ماتش الجونة المساندة إن شاء الله بإذن الله لفرقتنا هتبقى أعلى، على أعلى مستوى. بالمناسبة ومناسبة الإدارة الفنية، أنت عارفة أنه ستيا مدرب البارسا تمت إقالته طبعاً بعد ماتش الثمانية، لازم وكان كلمنا احنا في السادسة أنه رونالد كومان بالضبط هيتولى المسؤولية، وإن كان في تفكير دلوقتي يورجن كلوب. اكزاكتلي تمام مظبوط. وأنت بتختار مين، كلوب ولا طبعاً كلوب؟ أنا كومان ما أقدرش أقول أنه مدرب، كومان على فكرة بيعرف يبني فرق يا بس تجربة كلوب الحقيقة سواء مع دورتموند أو مع عظيمه ليفربول تؤهله بجداره انه يتولى المسؤوليه الفنيه للبارسا بعد طبعا حاله التدعيم، لانه شكل البارسا او فرقه البارسا اللي موجوده واللي كانت مسيطره على اوروبا وعلى اسبانيا العشر سنين اللي فاتت اعتقد هتتغير وتتبدل بشكل كبير. ومناسبه كلامنا على الكره الاوروبيه، النهارده في ماتش مهم جدا، اعتقد ان العالم كله النهارده بيتابع نهائي تشامبيونز ليج مع وبايرن ميونخ بالظبط كده، واعتقد انه المنافسه بينهم يعني التوقعات او الناس اللي شايفه المباراه حاسه انه الكفه متساويه. لاول مره عندنا مواجهه نقدر نقول بين فرقتين تقال جدا مقدمين سيزون ولا اروع، بايرن ميونخ بحاله التجانس والانسجام ومواطن القوى المتعدده داخل فريق البافاري، وفي نفس الوقت بي اس جي بما يضمه من كوكبه عاليه جدا من النجوم، كل واحد عنده فرص كبيره جدا
لحسم اللقب وحسم البطوله. بس عايزه اقول لك ان التقارير واغلب الناس بتتوقع على حسب ما تابعت يعني فوز بايرن ميونخ. تشامبيونز ليج السنه دي خارج نطاق التوقعات. بس انا بقول لك الناس رايحه لايه. نشوف تقرير وفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مع دقات الساعة 9 مساء اليوم تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية لملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، والذي ستشهد أرضيته معركة تكسير عظام بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وخصمه العنيد باريس سان جيرمان الفرنسي للظفر بكأس ذو الأذنين. يلعب النادي الباريسي النهائي الحلم لبطولة دوري أبطال أوروبا طامحا بإحراز لقبه الأول في تاريخه، فيما يبحث الفريق البافاري عن إضافة النجمة الأوروبية السادسة لقميصه، حيث توج باللقب القاري 5 مرات من قبل، كان آخرها في نسخة عام 2013. وتحمل المباراة في طياتها العديد من المواجهات، أبرزها بين البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان الفرنسي والبولندي روبرت ليفياندوفسكي هداف البايرن على لقب أفضل لاعب في العالم. هذا بالإضافة إلى المواجهة الألمانية البحتة بقيادة المدربين هانز فليك قائد السفينة البافارية وتوماس توخيل المدير الفني للباريسيين. مقاطعة بافاريا الألمانية لم تحتفل بتأهل فريقها بايرن إلى المباراة النهائية للمرة 11 في تاريخه، خلافا لما حدث في العاصمة الفرنسية التي اشتعلت فرحا بشوارعها احتفاء ببلوغ سان جيرمان النهائي الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ هذه المسابقة. تحمل هذه المباراة الرقم 9 في عدد المواجهات الرسمية التي جمعت الفريقين، وجميعها كانت في دور الأبطال. واللافت أن المواجهات الثمان السابقة كانت في دور المجموعات ولم يلتقيا على الإطلاق في أي دور إقصائي. ويمتلك باريس سان جيرمان أفضلية تاريخية أمام العملاق البافاري، حيث فاز في 5 لقاءات مقابل 3 انتصارات للبايرن. ويستعد الباريسيون لكتابة تاريخ جديد، إذ أنهم وفي حال تفوقهم على كبير الكرة الألمانية فإنهم سيصبحون أول فريق يفوز بجميع مباريات دوري أبطال أوروبا في موسم واحد. ويعد خط الهجوم الضارب نقطة القوة الرئيسية لبايرن ميونخ، فقد سجلوا 42 هدفا في الشامبيونز ليج هذا الموسم بمعدل 4.2 هدف بالمباراة الواحدة، وهو سجل مخيف ومرعب لأعتى دفاعات الفرق الأوروبية. على الجانب الآخر استطاع البي اس جي من الوصول إلى الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد الإسباني بالتسجيل في 34 مباراة متتالية، وإن تمكن من التسجيل أمام البايرن فإنهم سيحققون رقما قياسيا جديدا. كلا الناديين على بعد خطوة واحدة من الفوز بالثلاثية هذا الموسم، فلمن ستكون الغلبة في النهاية؟